فيه عرض في إحدى القنوات اسمه 7 سنين، مسألة الإلحاد ومسألة الفكر القائم على التكفير وإراقة الدماء، هذه ليست ظواهر صحية، ده من ظواهر صحية، هذه ظواهر مرضية، لأن هذا في غاية الغلو. غاية الغلو إن إنسان يكون كافر بالله، يكون كافر بالله لا يعبد الله. المشركون في مكة كأبي جهل وأبي بن خلف وعتبة بن ربيعة وهؤلاء الصناديد، لو سألت أحدهم لماذا تعبد الأصنام اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، إلى الله زلفى. إذن المشركون يعلمون أن هناك ربا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، والآية الثانية ليقولون خلقهن العزيز العليم. لو سألتهم قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله. لو سألتهم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله. حسين، والحديث في مسند الإمام أحمد في إسناده كلام، عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان الحسين لا زال مشركا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا حسين كم إلها تعبد؟ قال أعبد 7 آلهة، إلها في السماء و6 في الأرض. بيعبد 7 آلهة، بيعبد 7 آلهة، 6 في الأرض وإله في السماء. من باب الطرف يعني، ونحب دايما أنا أضحك معكم شوية، ممكن يبقى فيه إله ملح وإله عجوة وإله سكر وإله مثلا يعمله من القمح والدقيق، عشان لما يروح في الأسفار وبعدين ما تلاقيش ملح يوم كسر حتة من صباع الإله، اصفع عني يا إله، يوم كسر حتة من الملح. افترضنا هو عنده هبوط مش عارف يفتح عينيه، فلابد إن هو يأكل حاجة مسكرة فيأكل حتة عجوة، سامحني يا إله، يوم كاسر إيده عشان يأكلها. إيه ده؟ 6 آلهة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى من تجعل رغبتك ورهبتك؟ الرغبة والرهبة بتاعك تجعلها لمين؟ قال للذي في السماء. لما يكون ده المشركين بيقولوا الكلام ده، تيجي بنت أو يجي ولد يقول أنا كافر بربنا، أنا كافر، ويبتسم كده أو تبتسم أنا كافرة، كافرة بربنا، كافرة. طب الناس دولت كان أصلهم إيه؟ البنت دي كان أصلها بتقول كنت أصلي محجبة. أنا اضطريت أنا أشوف المسألة دي، الحجاب اللي كانت لابسها عبارة عن إيه؟ بلوزة وبنطلون وبتاع ربطة بها شعرها، ده الحجاب، ده الحجاب. طب والأفندي التاني اللي هو هما جابوا 3 نماذج للإلحاد، بنتين أو 4 نماذج، بنتين وولدين، بنتين وولدين. البنت قالت أنا كنت منتقبة، طبعا ما شفناش، كنت منتقبة وبعدين لما قامت الأحداث خلعت النقاب خوف من البلطجية والبتاع. والبنت دي قالت أنا خلعت الحجاب بتاعي لما حصل المشكلة بتاعت محمد محمود أيام الأحداث، فتلاقي الإسلاميين مش موافقين إن اليساريين يخبطهم ويكسرهم. اليساريين دول دخلوا المتحف كسروه وبهدلوا الدنيا، فالإسلاميين ما اشتركوش في التكسير والخبط والرعب. فالبنت دي اعتبرت عدم مشاركة الناس مع اليساريين في التكسير والتحطيم، اعتبر ده يعتبر ايه؟ ما فيش مبدأ. فبالتالي
اذا كان ده بقى هو اللي بيوصلني بكم اهو راحت خلعه. طب الست الثانيه قالت انا كنت منتقبه عشان كنت شعره انني في النقاب اجمل، مفيش حد شايفني، وبعدين لما انا انتقبت كان العيله مبسوطه والناس كلها مبسوطه مني، لما حصلت المشاكل والبلطجيه بقى بيضربوا الملتحين والمنتقبات فخلعت النقاب. فقلت الله انا ما كنتش لابسها لربنا، لو كنت لابسها ربنا ما كنتش ايه خلعته. طب خلاص انت غلطتي، استغفر ربنا. شوف الشيطان راح موديها على سكه تانيه بعيده. ربنا بيقول لا تتبع خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر. يبقى خلعت، وبعدين بعد كده انا ما كنتش عاملاه لله، فطالما مش عاملاه لله يبقى بقى اتحرر بقى. فتلقيت نفسي في الحرية. حرية ايه يا بنتي؟ ربنا يهديك ويهدي المخلفينك. حرية ايه؟ الحرية ان انت تتحرري من رب ملك له الامر في هذا الكون، دي حرية. سبحان الله، واين الاباء واين الاقارب واين؟ تقريبا هؤلاء الناس عندما يصابون بمثل هذه اللوثات فإنهم يفرون بعيدا. ولذلك لا ذكر لا الأب ولا أم ولا أخ ولا أقارب أبدا. إذا اللي بيصاب بهذه اللوثات الشيطانية يفضل الشيطان وراه لغاية لما يطفش منين؟ يطفش من عيلته ومن أهله حتى لا يسمع إلى مصح. ده الواقع. الشباب نفس الشيء، واحد بيقول أنا كنت الأول من الاتجاهات الإسلامية وبنزل مظاهرات وبعمل مش عارف ايه وهتافات، وبعدين بعد كده لما تلقيتهم سابوا الميدان وجرم انا قلت دول ما ينفعوش. فدي كلها نماذج يمكن احنا نوصفها ان هي كلها نماذج نفسية. يعني الناس دول بسبب صدمات نفسية معينة اصيبوا بهذه الانتكاسات، فبدل ما هم يصححوا المسار عملوا ايه بقى؟ سابوا العربية تجري هنا وهناك حتى وصلوا الى هذا الدرك الذي وصلوا اليه. بالضبط زي الانسان لو ركب عربية لو مش منتبه والعربية جرت وهتنزل في البحر وانتبه يعمل ايه؟ يا سيدي سيبها، ولا لابد يشد حيله. الانسان هم عاملين بالضبط زي التنبلة اللي ماشيين في الطريق الغلط وعاوزين يجيبوا اخره. عارفين قصه التنبله؟ اقول لكم القصه دي؟ نقول لكم القصه دي. عارفين التنبله؟ التنبله دول لا يريدون ان يبذلوا جهدا. لا يريدون ان يبذلوا جهدا. هم زي الناس دول بالضبط. بدل ما يسال، بدل ما يبذل جهد، بدل ما يروح لأهل الفضل والعلم يشاورهم وينصحهم، بدل ما يتوضى ويصلي بالليل في جوف الليل ويدعو الله تعالى أن يهديه، لا هم كده تنبلة سابوا العربية تجري تنزل في البحر ويغرقوا مش مشكلة. كان في راجل مبسوط عنده مزرعة ضخمة جدا من الفول الأخضر، حوالي 50-60 فدان، ربنا يوسع عليكم يا رب. راكب الفرس بتاعه وراح المزرعة بتاعته، اتلقى عساكر الأمير واخدين ثلاث رجالة رابطينهم في الحديد بإيديهم وجرينهم ودينهم على فين؟ دول ثلاث تنبلة وزهقنا معاهم. قلنا يشتغلوا حدادين ما ينفعوش، يشتغلوا نجارين ما ينفعوش، يصلحوا تكييفات ما ينفعوش، في أجهزة كهربائية ما ينفعوش، يتعلموا ما ينفعوش، قلنا نجوزهم ما نفعوش، مش نافعين في أي حاجة. فقلنا خلاص كل واحد نربط على بطنه قالب طوب ونرميهم في البحر ويموت. الراجل صعب عليه الناس دول، قلنا طب فكوهم، فكوه تعالوا معايا المزرعة، أنا عندي مزرعة كلها فول أخضر والمزرعة دي فيها قلاية مية، المطلوب منكم بس انتم هتجيبوا الفول وتاكلوه وتشربوا المي وتعيشوا، انا مش عاوز منكم اي حاجه. عند البهايم هتحرط وتعمل كل حاجه، وعند الرجاله ويبقى دي صدقه وثواب.
قالوا له الفول الاخضر ده متقشر ولا هنقشره؟ قال لهم لا انت هتقشر. لا يا عم خدنا البحر، خدنا البحر يا عم. حتى الفول الاخضر مش عاوزين يقشروه، حط كلبشات في ايدينا وشدينا على البحر. يريدون النكسة لانهم لا يريدون ان يبذلوا اي جهد، ويظن انهم اصحاب فكر. واحد حط رجع رجلي يقول انا يعني مش ملحد، ولكن لا ادري، لا ادري كل حاجة يقول لا ادري، لا يعني يشك فيها. طيب خلاص، يعني انت كيف اتيت الى هذه الدنيا؟ من رحم امه. من ادراك ان هذه امك وان هذا الرجل هو ابوك؟ من ادراك؟ من ادراك؟ طب ما جايز يكون ابوك اتضمك لحد، او امك عملت حاجة مع حد. من ادراك ان انت ابن ابوكم؟ هنحلل الحمض النووي. هل نتيجة الحمض النووي يقينية بنسبة 100%؟ ولا يمكن يكون فيها ولو كسور في المية من الخطأ؟ لو في كسور في المية من الخطأ، إذا أثبتنا ماذا برضك؟ لا أدري. هذه نماذج مرضية، وهو لقي مرضى نفسيون. في المقابل بقى، الناس اللي كانوا متدينين وتحرروا من التدين راحوا مع الإلحاد. طب الناس اللي كانوا في التدين في جهة تانية بقى، اللي هو ايه؟ القول قول الصوارم، التكفير وإباحة الدماء. اسكت بقى عدي دي. التكفير وإباحة الدماء. جايبين بقى شوية شباب ملثم، كانوا الأول متدينين والبتاع ومش عارف ايه، وبعدين بعد كده مفيش حل إلا قعقعة السلاح بقى. دول كفار ونقاتلهم ونقتلهم وما إلى ذلك. دخلنا في قصة ايه؟ الدواعش. يبقى دي نماذج كلها ليست نماذج صحيحة. لو دورت على الذين كانوا في التدين ثم انحرفوا عنه، ستجد أنهم قد أصيبوا بلوثات لا يمكن لأحد أنعم الله تعالى عليه بلذة الاستقامة أن ينحرف عنها إلا إذا لاث عقله، عقله تلوث.